سعيد اليوم متضايج لأن ملابسه مليانة كشور وكان يتحرى عنده قشرة عادية، لكن بعد فحصه شفت عنده كشور واحمرار على أطراف فروة الرأس، وهذه الحالة نسميها صدفية. وتصيب الصدفية حوالي 2% من عامة الناس من الرجال والنساء في مختلف الأعمار، لكن تبين أكثر بين عمر 30 و50، وتظهر الحالة أكثر شيء في الأكواع والركب وفروة الرأس والأظافة. في السابق كنا نقول الصدفية مرض جلدي، لكن حاليا نقول المرض عضوي. اللي أشوفه في العيادة إن مرضاي اللي وزنهم زايد تكون عندهم الصدفية شديدة، والاستجابة للعلاج يكون أقل، ونفس الشيء اللي يدخنون. وخل عنك الزعل الزايد يا سعيد، لأن الصدفية فعلا ممكن تزيد مع العصبية الزايدة والضغط النفسي. المهم الحمد لله علاج الصدفية صار مقدور عليه، وتصل نسبة اختفاء الأعراض إلى 100% بشرط الاستمرارية على العلاج. أما حالتك يا سعيد بما أنها بس في الرأس، بكتب لك على شامبو ومحلول خاص، وامور كلها ان شاء الله بتكون تمام. الوقايه اذا باكل سليم ووقف التدخين وهدوء الاعصاب، وعساكم دوم بصحه وسعاده.